بالنسبة لسجدة التلاوة، ده سؤال حضرتك الثالث. أنا بعد ما بسمع الـ الآية أو أقرأ الآية بكبر، طبعا لازم أكون أنا على طهارة واستقبال القبلة وباقي الشروط المعروفة بتاعت الصلاة، بكبر الله أكبر وبسجد، وبكبر تكبيرة تانية بعد ما بخلص سجود، ببقى أكون على طهارة، الملابس برضو في البدن وفي الملبس واستقبال القبلة، وباقي شروط الصلاة بعملها في سجودنا، سجود التلاوة يا صاحبة السؤال، وهي سجدة بين تكبيرتين، الله أكبر السجود، وبعد كده بعد ما استقبلت القبلة والله أكبر القيام من هذه السجدة يا أختنا ست أم عمر. بالنسبة للست أم محمد بتكلم عن إن هي ركبت شعر، لأن هي ما فيش يعني شعر ضعيف جدا، فهي ركبت هذا الشعر وبتقول ما الوضع لو عند الوفاة، لا مانع من الدفن بهذا الشعر عند الوفاة يا صاحبة السؤال.